خوش آمدي، مرحبا بس بالأفغاني، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم. اليوم تجربتنا مختلفة شوية مع المطابخ الأفغانية. صراحة أي مطبخ أفغاني أو مطعم تدخله تبدأ تشم ريحة الرز البخاري، المنتو والشغلات الحلوة هذه اللي يسوونها، تبدأ ودك تاكل أي حاجة. يا جماعة خلونا نروح للمطبخ ونشوف التحضيرات اللي بنجهزها لأكلة اليوم. هذه هي سفرة الأفغانية بكل بساطة. اليوم عندنا شوربة اللحم، وعندنا الإيدام المشكل، وعندنا البامية، وعندنا المقادم والمشاوي بكل أنواعها، سواء بالدجاج واللحم والكباب، وأكيد ملك السفرة الأفغانية الرز البخاري سواء بالدجاج أو باللحم كمان، والمنتو طبعاً، وريش الأفغانية، وكمان الخبز الأفغاني. تعالوا نجرب شوربة اللحم الأفغانية. خضروات طبعاً فيها الجزر والبطاطس وكمان اللحم. ناخذ بس وصلة لحم، تعالوا نجربها بالخبز الأفغاني. طبعا الخبز الأفغاني اكيد شفتم كيف طريقة تحضيره، وبعدين يصب عليه الموية عشان يحافظ على جودته وما يكون ناشف. الله الله الله، شوفوا بس كيف المرقة لما تعدي على الخبز يرجع يتشبع من أول وجديد. المطبخ الأفغاني يا جماعة ترى لا يعلو عليه أي مطبخ الصراحة. وزي ما تشوفون هذه الإدامات المشكلة، طبعا الإدامات معروفة عند الأفغانيين إنها جميلة وحلوة ولها طعم ومذاق مختلف الصراحة. يلا تعالوا ندوق مع بعض. بازيلا على طماطم على بطاطس على عدس على كل أنواع الخضار اللي تتوقعونها موجودة في الطبق هذا الصراحة، فتحسون مشبع جدا جدا جدا. وهذه البامية يا جماعة، تعالوا ندوق البامية الأفغانية. الله، طريقتهم في الطبخ رهيبة. يعني صحيح ان الاكلات متشابهه في الشكل، بس كل طبق قاعد يعطيني طعم مختلف تماما عن الطبق اللي قبله. وهذه المقادم بالطريقه الافغانيه، يا سلام. تعالوا نجرب المنتو بطريقه مختلفه. حنحط عليه زبادي يا جماعه بطريقتهم الخاصه. يعني صراحه يا جماعه المنتو ولا اروع. تعالوا نجرب احلى كباب بالدجاج، يا سلام. تعالوا الحين نجرب الرز البخاري. طبعا عندهم يا جماعه هنا باللحم وبالدجاج سواء شوايه ولا على الفحم. والله يا جماعه المطبخ الافغاني مميز بكل ما فيه، بمذاقه باطباقه بتحضير الطعام. يعني انا اكثر شيء لفت انتباهي قديش انه الاطباق تتشابه بالشكل، ولكن لكل طبق مذاق مختلف. الاكل كان ولا اروع. خلونا نروح نشوف ايش العادات اللي مشهورة عندهم في رمضان، ايش الاكلات المشهورة، وايش يميز المطبخ الافغاني اليوم بين المطاعم العالمية. يعطيك العافية. الشاي الاخضر الافغاني، هذا شاي اخضر افغاني، هذا الاكل بعد العشاء ضيافة اليوم. يعطيك العافية يوسف. ابغاك تقول لي وش اشهر اكلة افغانية في رمضان؟ اما الفطور عندنا بولاني، يعني زي سمبوسة وشش برك، مانتو، يغمش، يرمى يعني شوربه شوفان، شوربه عدس، شوربه باللحم. طب السحور؟ السحور عندنا رز باللحم، هذا معروف الافغاني، رز باللحم، رز بخاري، وإدامات. إداماتكم ما شاء الله تبارك الله.